حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت وزارة النفط في العراق أن مجموع الصادرات من النفط الخام في شهر نيسان الماضي بلغت 100,386,818 برميلا. وبحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط سومو، فإن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100,921,250 برميل، فيما كانت صادراته من حقل الجيارة 1,016,000 برميل. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 89 سنتا ليصل إلى 82 دولارا و69 سنتا، كما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 89 سنتا ليصل إلى 85 دولارا و64 سنتا. وانخفضت أسعار النفط العالمي في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات مخزونات الخام الأمريكية، حيث تشير الدلائل إلى استمرار النشاط الاقتصادي، إلا أن تكاليف الاقتراض قد تظل مرتفعة، مما قد يقلل من الطلب على النفط. أعلن رئيس جمعية مصدري الفواكه والخضار الطازجة في بحر إيجا خير الدين أوتشاكا، أعلن أن استيرادات العراق من الحمضيات والبرتقال من تركيا بلغت أكثر من 90 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وأضاف المسؤول التركي أن بلاده تهدف إلى تصدير أكثر من 1,300,000,000 دولار هذا العام، مبينا أن روسيا كانت أكبر سوق لمزارعي الحمضيات الأتراك في الأشهر الأربعة الحالية، فيما جاء العراق ثانيا بمبلغ تجاوز 90 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا يصل إلى نسبة 400% عن العام الماضي. وصلت إيرادات تركيا من استخدام مجالها الجوي ضمن نطاق الخدمات أو خدمات الملاحة الجوية عام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 12 مليار ليرة تركية. وبحسب تقرير نشاط 2023 للمديرية العامة لهيئة المطارات الدولية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، ارتفعت الإيرادات المحسوبة من 4,287,000,000 ليرة عام 2022 إلى 12,187,000,000 ليرة. وبهذه النتيجة احتلت تركيا المرتبة السادسة بين 41 دولة عضو في المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5% خلال العام الحالي، مدفوعا بظهور مؤشرات على تعافي الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي على الاستهلاك. وقال الصندوق إن تقديراته لنمو اقتصاد الصين في العام الحالي صعدت من 4.6% كان توقعها مطلع العام الجاري إلى 5% وفق أحدث التقديرات. وبدأت الصين مطلع العام الجاري بضخ سيولة في الأسواق المحلية على شكل استثمارات وقروض، محاولة لتعزيز تعافي الاقتصاد المحلي المتضرر من ضعف الاستهلاك. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.